البطاطا دايره 8000 ريال خاي الزول اللي نجيبو ب 80 ايوا خصكم نتوما تمشيو للمارشي تقولوا لي نقصوا جلبانه كنجيبوها ب 10 دراهم خاي الزو كنبيعوه دابا ب 100 ريال كنجيبوه ب 80 اش كندو فيه درهم بطاطا كنجيبوها ب 8000 دايرين لها 280 وكاينه ديال 240 ايوا البصله ديال كنجيبوها ب 120 100 ريال كنديروا لها 240 220 الاخرى كنجيبوها ب 300 كنبيعوا فيها 240 ايوا هادشي اللي كاين والخضره كلها غاليه الخيار جايبينه ب 4000 الكورجيت جايبينه ب 100 درهم ايوا راه مالي المارشي راه مزيدين علينا بزاف بزاف هادشي هاد الغلا راه بزاف لا الشاري ولا يغوت ولا اللي باغي يجيب من الخضره من المارشي ما تلاقيناش نقدو نجيبوها وكلشي الناس كتشكى والناس كانوا يديو جوج كيلو ولا يديو نص كيلو ولا يقول لك عبرنا رابعه بطاطا ولينا نعبروا فيها رابعه خي الزو ولينا نعبروا فيها رابعه هذيك الفلفله فيها 14 كيلو ولا مع 13 كيلو كنجيبوها ب 3000 كنبيعوا بيعوا فيها بالرابعه عمرنا ما سمعنا حس الرابعه حتى ولينا هذا العام والو حنا واقفين واقفين ما كاين لا بيع لا شراء حنا واقفين والناس جاتهم الغلا حنا كنجيبوا الغلا والناس جابهم حتى هما جاهم الغلا حنا الناس راه مساكن الله يحسن العور ما كاينش عندهم راه والو كنتفاجئوا باغلى الاسعار لا من ناحيه الاسماك لا من ناحيه ديال الخضروات لا من ناحيه ديال الفواكه لا من ناحيه كاينه اثمنه خياليه كاين هنا اللي كيبيع هنا بطاطا ب 13 درهم كاين هنا بنادم اللي كيبيع دابا انا مقدي هنا كيلو ديال الصول ب 100 درهم كيلو ديال الصول ب 100 درهم ما خدامين ما ردامين حنا راه ولاد باب الله لا يسحب لي واش مقدي كيلو ديال الصول كيسحب لي واش انا موظف انا راه ولد باب الله وهذا الشيء اللي كاين المهم الناس راه قريبه تقول شي حاجه راه دابا حتى الناس حتى الناس حتى الخضر راه ما يمكنش ليه يجري على الكليان ديالو دابا هو كيلقى بطاطا ب 8000 كيلقى بطاطا ب 8000 ريال وكيجيبها راه ماشي تقول ليه لا بطاطا ب 8000 ريال لا علاش شتيها راه الا جابها راه يجري الا ما جابهاش راه يجري على الكليان ديالو ولا يمكن يلقاها ب 8000 وما غادي يجيبها حنا ما كنهضروش على اخنوش ما كنهضروش على كنهضروا على الطبقه الوسطى والطبقه الفقيره والطبقه واخنوش ما سمحنا ليه حتى غدا قدام الله هادي لا نقاش فيها اسبوع غادي تزيد الاسعار طلع ثلاثه الاضعاف ماشي غادي تنقص ماشي غادي تنقص واش غادي تزاد اي حاجه الملحه اللي باقيه ما زادوش ليها الملحه اللي ما لقاوش كيفاش يزيدوا ليها راه حتى هي ما زادوش ليها اما هي اللي باقيه حنا دابا في واحد السوق واحد سويقه شعبيه ولكن للاسف ما بقات شعبيه كيبان لي هذا الشيء راه حنا في باري يمكن لان اكادير معروفه بانها منطقه فلاحيه وكاينين مناطق ديال الفلاحه تبارك الله في سوس الخضره مطيشه بطاطا كلشي اللي كيبان ليا هادشي يمكن غير كنحلموا به اولا كنشوفوا داكشي وما عرفت لان الخضره ملي كتوصل واحد الثمن خيالي وانت في منطقه فلاحيه لا يعقل والناس مساكن راه مضرين بزاف تصور اليوم الكرافس كيدير 50 ريال مطيشه كدير 10 دراهم باش غدير هاد الحريره غطلع لك الحريره بثمن داكشي اللي غتاكل يومين ثلاث ايام يعني بالنقص من هاد الحريره ما بيناهاش ما بين هاد الكرافس ما بين مطيشه حتى ديك بطاطا وداكشي نخليوها راه كون الناس اتفقوا نخليو حنا ديك الخضره كاع ما بيناها لان راه بزاف على المواطن وغنهضر على واحد الطبقه اخرى اللي هي ديال الفنانه كاني فنانه كنخدم واحد العمل في العام ولا كاع جوج الاعمال في العام يلاه واش هاد جوج الاعمال نخلص بهم لي كريدي لا عندي الكريديات لا عندي اللي عنده الضو الماء اللي عنده الكره اللي يحسن العوان وعاد اللي عنده الوليدات والمدرسه وهذا وعاد زيد هاد المعيشه لا يهديهم علينا وصافي لا يهديهم علينا هنا في منطقه بن سرقاو حنا كنتواجدوا في المنطقه ديال بن سرقاو المنطقه اللي هي شعبيه اللي معروفه على صعيد اكادير غير اليوم ملي كنجيو كنتصادموا بالاثمنه الغلاء ديال الاسعار ديال الخضر الخضره راه شي حاجه خياليه صراحه وحنا ملي كنجيو لبن
بنسرقاو راه بنسرقاو معظم الناس ديال بنسرقاو راه ما خدامينش، راه حنا راه ملي يجيو يديروا واحد الاحصاء ديال 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 الناس اللي خدامين، راه هنا بنسرقاو راه معظم الشباب هنا ما خدامينش. دونك هاد الناس هادو اشنو غادي ياكلوا؟ اليوم كنجيوك ملي كتحطي ديك على مطيشه كتلقاها ب 10 دراهم، ملي بطاطا واصله 15 درهم، البصله 15 درهم، راه شي حاجه خياليه. دونك الا هاد الناس هادو غادي يزيدوا في الاسعار ديال الخضر، يزيدوا لنا في الاسعار ديال 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 الصالير، يزيدوا لنا شويه الصالير، يعطيوا للناس فرص الشغل باش يلاه نتكافوا مع الوضع، لان اليوم والله الا الوضع كارثي. راه كاينين دابا الناس اللي غتلقاهم اليوم راه ما عندهمش طاباش يفطروا، دونك اليوم صايمين، دونك غيكملوا الصيام ديالهم لان ما عندهمش باش يفطروا. اليوم ملي غيجي واحد مسكين ما عنده حتى باش الا غيجي مثلا كما قلتي المائده ديال الافطار، راه ما تقام عليه بواحد الثمن اللي هو خيالي. صحيح صحيح صحيح، غير كما كنقولوا الا عندك خبزه واحده في الحي الشعبي هنا في بنسرقاو كتقسمها مع جارك، لان ما يمكنش اليوم انك انت تاكل وواحد اخر ما غاديش ياكل. ولكن صراحه كنتمنوا ان الوضع يتحسن، كنتمنوا من هذه الحكومه انها تحن شويه في هذا الناس الدراوش، تحن فيهم لان الناس الدراوش اليوم كيعانيوا والله كيعانيوا، وكنتمنوا ان شاء الله خير.